قبل ما نخش في التفاصيل محتاجين نثبت بعض المعلومات ونأكد عليها. هأكد على فكرة بس لسه يعني ثلاث أفكار أساسية ألا وهما الإيه. أول حاجة الستاتيك بيج، بعد كده الديناميك بيج، وعايزين نعرف الكلاينت سيرفر أركيتكشر في النود جي إس بيشتغل إزاي. قبل ما نخش في التفاصيل أولا الستاتيك بيج. الستاتيك بيج عبارة عن صفحة HTML عادية خالص بنطلبها من على السيرفر، هتفضل طول عمرها زي ما هي على السيرفر بالظبط. فكرة تبدأ مين؟ ده جهازك، تخيل ده جهازك في البيت متصل طبعا بالإنترنت، دوست على لينك، كتبت عنوان صفحة معينة، عمل موقع، عمل بيك ريدايركت على موقع، المهم ده اسمه ريكوست. بس انت باسمك بتطلب صفحة معينة، ريكوست ده بيطلع خلال الإنترنت كده يوصل بالآخر لويب سيرفر. الويب سيرفر ده مبني طبعا، ممكن يكون مبني نود أو مش مبني نود مش مهم، احنا بنتكلم بس في الستاتيك ويب بيج. فبيدور على الفايل انت عايزه اللي هو اسمه ماي فايل دوت اتش تي ام ال، هلاقي في شويه كود اتش تي ام ال وهيد وبادي وسلاش اتش 1 مش عارف 18 10 2000 ومش عارف. في الحقيقه ده بيعدي كده مباشره من السيرفر للكلاينت برضه انترنت هنا، بس ده بنسميه ريسبونس. يبقى اللي طلع من الكلاينت وراح على السيرفر ده اسمه ريكويست، ماشي. لما السيرفر دور على الفايل، طبعا الفايل عنده ملفات كتير، السيرفر عنده ملفات كتير، لما دور على الفايل انت عايزه اللي اسمه ماي فايل دوت اتش تي ام ال جابوا لك وردوا في رد اسمه ريسبونس. الريسبونس ده بيتحمل عندك على البراوزر بتاعك ماي فايل دوت اتش تي ام ال، ويبدا يتحمل ككود، يكتب كود ورا كود ورا كود لغايه ما يداونلوده كله على الكلاينت سيرفر بتاعك، على الكلاينت بتاعك. بعد كده بعد الكود ده كده بيقدر يتعرض على البراوزر، بالديسبلاي ان براوزر، بيتعرض على البراوزر بس النتيجه بتاعته، ما بيعرضش اتش 1 واتش 2 وسلاش اتش 1 وبادي، لا بيعرض النتيجه على طول اللي هي مثلا 18 و10 مثلا. خلاص ده كده اهو للستاتيك بيج، ده السيناريو بتاع الستاتيك بيج. السيناريو بقى بتاع الديناميك ويب بيج، الديناميك ويب بيج بيبقى نوعه مختلف زي اللي احنا عملناه من شويه في النود جي اس. تعال بص، ادي ويب كلاينت، انت عندك براوزر متصل بالانترنت كده، ده جهازك، يبقى انت كده كلاينت سواء كان موبايل ويب وكمبيوتر اي حاجه. طلع الريكوست بتاعك، طلبت صفحه معينه، راح الويب سيرفر دور على الفايلات، لان انت بتطلب فايل 1 دوت جي اس. فالاندو جي اس بيستخدم الموديول اللي اسمه اتش تي تي بي، وبيكريت السيرفر، وبيشتغل على اتش تي ام ال سلاش تكست سلاش اتش تي ام ال، كتب بس في الريسبونس، في الريسبونس اللي هو الرد اتش 2 وديت وجنبها سلاش اتش 2، اتش 2 ده طبعا الهيدر بتاع اتش تي ام ال، وشغل. الحقيقه الكود ده لما يجي بيرن بيعدي الاول على نود سيرفر، بيعدي الاول على نود ايه؟ نود سيرفر. ده النود جي اس سيرفر. نود جي اس سيرفر بيفهم الكلام ده ويحوله الى الكلاينت سايد كود، بيحوله الى اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت وكلام زي كده، لكن ما بيتكلمش مع اتش تي تي بي وكريت سيرفر وبتاع والكلام ده كله، ده كلاينت سايد، ده سيرفر سايد، ده كله دوت بيتشاف في السيرفر سايد بس. فالنود جي اس بيفهم طبعا، ده كان ممكن يكون مربوط بداتابيز، بيعمل عمليات مش عارف ايه، بيجيب بيانات مع سيرفر تاني، بيجيب اي بي اي مربوطه بسيرفر تالت مش عارف ايه، مش مهم الكلام ده، المهم الناتج هيحصل ايه. نود جي اس بقى هو اللي بيفهم الكلام ده وينفذه، يكزكيوته، وما يكزكيوته يطلع لك بقى ايه ريسبونس، رد. الريسبونس هو عباره عن قيمه اتش 2 بس وجنبها الديت ايا كان ايه هو سلاش اتش 2، ادي اتش 2 وادي اتش 2 وادي الديت دي نفذها، لان نتيجتها كده بتعرض على البراوزر بالشكل التنفيذي على طول، يعني نتيجه مباشره بدون طبعا اتش 2 وسلاش اتش 2 والكلام ده كله، بتطلع نتيجه على طول. طبعا الريسبونس هنا هو عباره عن اكواد يفهمها كلاينت سايد، يعني بتتحمل على البراوزر بتاعك والبراوزر بيفهمه، زي الاتش ام ال وزي السي اس اس والجافا سكريبت. جافا سكريبت كلاينت سايد، اما الجافا سكريبت اللي هنا دي اللي هي سيرفر سايد دي ما بيفهمهاش. خلاص مين اللي بيفهمها؟ النود جي اس، ويحولها الى ايه اللي يفهمها البراوزر ويرد على البراوزر. طبعا سكيور طبعا وكده عشان ما يبقاش حد شايف الكود الاصلي بتاعك، الكود الاصلي بتاعك دايما على السيرفر، لكن اللي بيشوف بيشوف ناتج التنفيذ. مهم جدا النقطه دي، خلاص ان الكود الاصلي بيبقى موجود على السيرفر محدش بيشوفه، جافا سكريبت مش موجود محدش بيشوفه، الناس بتشوفه بعد ما النود جي اس تنفذه وتشوف الريسبونس بتاعها. الريسبونس ده بقى كمان كان في اتش ام ال سي اس، حتى لو كان في جافا سكريبت اه ده ناتج تنفيذ الكود ده، لكن ده الكود الاصلي. خلاص دي الديناميك بيج زي ما احنا شفنا مع بعضينا. السيناريو كله عموما اتكلم على كلاينت سيرفر اركتكشر، كلاينت سيرفر اركتكشر كله على بعضه، الفكره كلها ان ادي كلاينت، ده جهازك في البيت، في انترنت، في براوزر، البراوزر طبعا زي كروم، فايرفوكس، سفاري، انت
انترنت اكسبلورر اللي مش عارف بيسموه دلوقتي اي حاجه من الحاجات اللي هي ايه البراوزرات الشهيره خلاص بسيب مرص على لينك او كتبت يو ار ال او اي حاجه بيطلع هنا اهو كده ده اسمه الريكوست بيطلع ريكوست كده اهو من الجهاز بتاعك يروح على الانترنت على اي نتورك سواء كان نتورك داخلي او يعني انترنت او انترانت او اي حاجه عن تي سي بي اي بي اي نتورك في الغالب بيبقى موقع فبتبقى من خلال الانترنت خلاص ده اسمه اتش تي تي بي ريكوست اتش تي تي بي ريكوست حاجه اتش تي تي بي قبل كده اتش تي بي ريكوست ده اوتوماتيك بيبقى شايل جواه ثلاث حاجات هنفصلهم دلوقتي وهنستخدمهم ان شاء الله في اللي بعد نيم اوف سايت ده الدومين يعني مثلا www.مشعارفيه.com او www.مشعارفيه.net خلاص ده النيم اوف سايت او الدومين بعد كده نيم اوف بروجرام تلاقي سلاش مثلا register.js مثلا ده اسم بروجرام في فاريبل وديتا بقى ايه الفاريبل وديتا دي مثلا تلاقي النيم ايكوال عادي عند مثلا الايميل ايكوال مش عارف ايه دي فاريبل وديتا الحته اللي افتكرها كويس جدا دي تفصيله الريكوست لان هنلعب عليها في يو ار ده بنسميه يو ار ال بنسميه يو ار ال يونيفورم ريسورس لوكيتور لما كنت شيء لخبطت نيم اوف سايت والبروجرام والفاريبل وديتا ده تفصيله الريكوست اللي جاي ادي الريكوست جه دخل على الانترنت وصل الريكوست ماشي 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 لغايه لما راح للسيرفر اللي انت عايزه السيرفر ده لازم يكون متسطب عليه نود جي اس عشان هو الويب سيرفر بتاعنا اسمه نود جي اس بس النود جي اس ده السيرفر بتاعنا متسطب عليه بس السوفت وير البسيط اللي احنا سطبناه بتاع نود جي اس بقى صفر طب عنده ملفات جي اس فايلز كتيره جي اس فايل جافا سكريبت فايلز او جي اس فايلز الجي اس فايلز دي ملفات كتير مثلا هو بيعمل ريجستر دلوقتي فيدور على الملفات لغايه ما يلاقي الفايل الفايل ده ما بيترد ما بيترميش كريسبونس مباشره لا ده بيحصل في شويه عمليات ايه هي العمليات دي اولا الفايل جي اس فايل ده ممكن يكون مكتوب باي نود جي اس لانجويج في الغالب هي طبعا اللغه الاساسيه جافا سكريبت لكن ممكن يكتبه بالتايب سكريبت التايب سكريبت ممكن نسيت اب التايب سكريبت ونكتب باي حاجه يعني من نود جي اس سكريبت في كذا لغه اشهرهم جافا سكريبت ودلوقتي الترند شغال مع التايب سكريبت شغال مفيش مشكله طيب يبقى الجي اس فايلز ديت لازم تعدي على النود انجن نود جي اس انجن ده بقى اللي هو السيرفر هو دي اللعبه كلها يا شباب انه بيبدا بقى يفهم الكود بتاع الجافا سكريبت فايلز اللي هنا ويبدا يكزكيوت وينفذه ويفهم هو عايز ايه ممكن يكون الكود ده بيشتغل مع مونجو دي بي مع ماي سيكوال داتابيز مع اي نوع من انواع عمال يعمل بقى يجيب داتا وينسرت ويابديت ويديليت ويسلكت ويكزكيوت ومش عارف ايه يعمل عمليات ما وينفذ كود عمال ايه هنا ده الانجن بتاعي ده المفك بتاع العمال يعمل او الترس بتاع اللي شغال هو ده الانجن هو ده المشغل الرئيسي بيعمل بقى عمليات بينفذ الاكواد اللي مكتوبه هنا وبعد ما ينفذها يبدا يرد بريسبونس الريسبونس ده بيبقى كلاينت كود يعني ايه كلاينت كود؟ كود بيفهمه البراوزر اللي عندك ليه يعني لما الكود ده يترمي عندك على البراوزر يوريك النتيجه زي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت او ما يعادل الجافا سكريبت او ما يعادل ال CSS اي حاجه يفهمها البراوزر يبقى كلاينت يقوم رادد كلاينت كود بالريسبونس ده اسمه الريسبونس بقى اللي جاي من ايه؟ اللي جاي من النود جي اس شغل ده وفهمه ورد بريسبونس ريسبونس بقى يعدي على النتورك تاني يرجع تاني من خلال الاي بي يوصل للجهاز بتاعك يبدا الكود يتحمل كود النتيجه كود الاكزكيوت كود التنفيذ يبدا يتحمل في البراوزر بتاعك تك 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 فتبدا تشوف الايه؟ تشوف النتيجه سيناريو مهم جدا قبل ما نبدا نخش في التفاصيل لازم يكون الخيال ده كله ببالك وانت شغال ده كده كان بالنسبه لنا الستاتيك بيج والديناميك بيج والكلاينت سايد اركتكتشر